طبعاً اللقاء يأتي من ضمن مجموعة من الخطوات التي يقوم بها برنامج الأمان الأسري، من ضمنها تمكين المرأة، ولكن تمكين المرأة الآن هو من ضمن رؤية المملكة 2030 بشكل عام، وحتى أيضاً برنامج التحول الوطني يركز كثيراً على تمكين المرأة. يعني بنظرة عامة على كل ما تقوم به المملكة حالياً، تجد أن تمكين المرأة يحتل يعني مكانة مميزة. ربما القرارات الأخيرة سواء في وزارة العدل أو في السماح للمرأة بقيادة السيارة، وكذلك رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، كل هذه الخطوات تصب في تمكين المرأة. فالحقيقة أنه هو يعني أصبح جزء مهم من خطة المملكة بشكل عام 2030 وبرنامج التحول الوطني، وهو أيضا مطلب يعني لكل أسرة فيها امرأة وفيها ابنة، أنها تمكن فعلا، تمكن اقتصاديا، تمكن اجتماعيا، وحتى تمكن في عملها اللي تعمل فيه من ناحية يعني فرص التطور الوظيفي، القيادة وما إلى ذلك. نعم، لقاء الخبراء هذا اللقاء السابع، يعقد سنويا. في هذا السنة سيكون الموضوع عن تمكين المرأة، قضية معاصرة تهم المجتمع السعودي. الهدف منها هو تمكين المرأة ومناقشة مجالات تمكين المرأة في كافة المجالات، سواء التمكين الصحي، التمكين الاجتماعي، القانوني، الاقتصادي، بحيث تصبح المرأة السعودية قادرة على المشاركة في تنمية المجتمع كما هو مأمول منها.